مستغانم جوهرة المتوسط، تجمع بين ساحل خلاب يمتد على طول 124 كيلومتر ومعالم تاريخية وثقافية متنوعة. فالزائر لمسك الغنائم لن يستمتع بزرقة البحر فقط، فتنوع السياحي للمدينة يميزها عن باقي المدن الساحلية بإرث إسلامي مغاربي واسع يعود إلى حقب وحاضرات متعاقبة عبر الأزمنة. فهنا بمتحف الأعمدة بوسط المدينة إبراز للثقافة المحلية ولشخصيات خلدت تاريخ مستغانم في مختلف المجالات. تسخر مستغانم بالإضافة إلى الشواطئ والغابات، تسخر بتراث مادي ولامادي، أعمدة فن وفيها أعمدة أيضا أعمدة الفن، سواء كان الفن الرابع أو الفن الرابع أقول المسرح، وفي أيضا كل جناح يعني له قصة له تاريخ له يعني يمثل حقبة تاريخية فنية في ولاية مستغانم. فالزائر وابن المدينة كلاهما يتفقان على أن مستغانم تملك كل المؤهلات لقضاء عطلة مميزة. الساحل الجزائري نجم يعمل السياحة الداخلية في بلاده، عنده شواطئ مستغانم اللي هي من أحسن الشواطئ في الولايات الجزائر، وعنده مستلاند بارك، المانيج حديقة حيوانات، بيشيري، أوتيل، كاين التنوع. مام الناس تاع مستغانم ينجم بالويكاند يجيب ولاده يفوتين جورني هنايا، يدخل الداخل ما خصه والو، يفوتين با جورني خيم اللي يروح ليترونجي. خاصنا لي زيترونجي لي دي فرونسي دي زامون دي زونغلي يجوا عندنا ان شاء الله. بيرث تاريخي وطبيعي ومرافق ومركبات سياحيه متنوعه، فان ولايه مستغانم مخوله لان تصبح قطبا سياحيا اساسيا بغرب الجزائر.